الله الرحمن الرحيم. تنشكركم كذلك على التغطية ديال الحدث، وهذا الحدث اللي كان كبير، واحد الإنجاز كبير، لأن اللاعبين البارح كانوا أسبوعا في، يعني كانوا أسبوعا في الملعب بشهادة الجميع، بشهادة رئيس الدولة ديال فرنسا كذلك، بشهادة المدربين الآخرين اللي كاينين، وكان واحد يعني وكان ظلم في الفار المنتخب، لأن كل ما كانش هذاك الظلم كانت المقابلة غتشوفها في شي حاجة أخرى. ورغم هذاك الشيء الإخوان بقاو حتى الآخر دقيقة تيدافعوا على القميص المغربي، وشرفوا المغرب، شرفوا إفريقيا، شرفوا العرب بالوصول ديالهم للمربع الذهبي. تنشكروا المدرب والناخب الوطني كذلك على هذا الجهد اللي قام للرياضة المغربية باش وصلت العالمية، وكذلك تنشكروا واحد الجمهور اللي حج بكثافة واللي ساعد، وحنا مازال حنا تنشدوا بأيادي على هاد الناس اللي خرجوا هاد الناس لهذا الوجود. تنشكروا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي وصلوا للإخوان المربع الذهبي، وصلوا لكل شيء، ولكن حنا دائما تنطمعوا باش ناخذوا الترتيب المرتبة الثالثة إن شاء الله، وحنا أحق باش نلعبوا الفينال لكل ما كانش حيز في التحكيم ديال الفار وديال هذوك ضربات الجزاء اللي مشى. مقابلة البارح اللي هي بالنسبة لنا حنا هي مقابلة المنتخب الوطني المغربي مع فرنسا، واللي بالنسبه لنا كيف قلنا احنا اعتزاز وفخرنا اولا بان نوصل هاي الادوار، واللي هي ادوار مشرفه وتكريم المجهودات اللي قامت بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، طبعا برئاسه السيد فوزي الاغجع. ما ننسى كذلك بالنسبه للناخب الوطني واللي هو ناخب وطني بالنسبه لنا احنا، وطني يعني من ابناء الوطن، واللي هو حتى هو فخر واعتزاز لنا، لان باش وصلنا لهذه الادوار كان بالنسبه لنا هو شنو هي الحكمة، وهي التبصر، هي الوطنية، هي النفس، هي القيرة، واللي الحمد لله شرف لنا عظيم بالنسبة لنوصولها. فيما يخص المقابلة إن شاء الله يوم السبت، إحنا إن شاء الله نطلعوا بأن هاي المقابلة إن شاء الله اللي هي يوم السبت طلعوا إن شاء الله بأن نوصل حتى إحنا الأدوار، ولما لا نوصل إن شاء الله في الترتيب الثالث بالنسبة لنا إحنا. الله جمهور اللي حضر واللي على المسافة وعلى البعد وعلى التقدير، رانا حتى احنا نشكروه على حضوره، ونتمنى ان شاء الله في المقابله ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله يمشي في الاجواء اللي كنا نمشي فيها ديما مغرب.